هو ده كيبقى فيه امتناع عن الحياة، هو مش عارف يعيش، يعني هو ما بيكبرش لأن هو ما بيطورش من مهاراته وقدراته. الحاجة التانية إن أنا كده هو يبتدي يبقى زي أقرانه، ده أنا كده بقلل عن أقرانه. الحاجة التالتة إن أنا بخليه يبقى شخص اعتمادي، بحوله من شخصية المفروض إن هي تكون عندها ثقة بالنفس عالية لشخص اعتمادي اعتمادي. مش عارف يعيش لوحده، مش هيعرف يعتمد على نفسه، مش هيعرف يبني علاقات، مش هيعرف يبقى عنده إنجاز أو عنده أعمال يعرف إن هو يعملها، لازم يحس على طول دايما شعور بالعجز. الحاجات دي ليها أثر كبير وحش جدا في الكبر يعني، بس إحنا بنتكلم وهم صغيرين سهل إن إحنا نلم الكلام ده جدا. من ناحية الكلمات هيبقى زي ما قلنا اللوم والنقد والمقارنة.